ورجعنا تاني، وحاب اقول لكم ان زمان لما كانت ست يحصل لها اي مشكله مع جوزها كانت تروح لبيت باباها او مامتها يقول لها احنا مش عايزين نسمع منك حاجه اصلا، عيشي. ما كانش في فكره طلاق اصلا. دلوقتي للاسف البنت او الست تروح لمامتها او باباها يقول لها ازاي قال لك كده، ده احنا هنخرب بيته. بنشوف ناس بتستقوى بالقوايم بالقايمه عشان قيمتها بقت كبيره. احنا هنجيبهولك لحد عندك راكع، بس ما حدش يجي راكع. ساعه الجد وساعه العند وساعه المشاكل وساعه المحاكم ما حدش بيجي راكع، وانت اللي بتدفعي الثمن. وفي نقطه عايز اقولك عليها مهمه جدا عشان انا بنصحك وخايف على مصلحتك، ان للاسف لما بتاخدي راي اصحابك فعلا امثال زمان ما بتغلطش، اللي مش على باله بيقول طلقها. بينصحوك نصايح وهم بيحافظوا على بيوتهم. بعد ما بتتفصلي عن جوزك للاسف ممكن يبعدوا عنك. عارفه ليه؟ لانهم ممكن يخافوا على جوازهم منك، لانك بقيتي بالنسبه لهم واحده مطلقه للاسف. شوفي اللي فيه مصلحتك ومصلحه عيالك، ما تاخديش براي حد الا اللي بيحبك وهيقول لك حافظ على بيتك. مفيش بيت في الدنيا مش خالي من مشاكل، كل البيوت في الدنيا فيها مشاكل. احنا اصلا حياتنا فيها مشاكل، شغلك نفسه فيه مشاكل. لو رحت لمامتك في يوم من الايام وقلت لها انا في الشغل عندي مشاكل مع مديريني، هتقول لك يا بنتي مشي امورك، ما كل الشغل اي شغل فيه مشاكل. اما لو رحتي قلت لمامتك او والدك عندي مشكله مع جوزك، الامور بتكبر. طب ايه الفرق؟ يعني احنا وصلنا لمرحله ان الشغل اهم من الاسره، اهم من بيتك، اهم من حياتك ومستقبلك واولادك. للاسف احنا وصلنا للمرحله دي، ان الناس بتحافظ على شغلها اكتر من بيتها واسرتها وحياتها، وبتخاف على شغلها وفلوسها أكتر ما بتخاف على أهل بيتها وعلى جوزها وولادها. لازم نفوق ولازم نعمل ستوب وراجع نفسنا كتير جدا. كان زمان في حاجة اسمها خصوصية، كان زمان عيب إن أسرار البيت تطلع بره. دلوقتي للأسف إحنا بنطلعها على السوشيال ميديا وبناخد رأي الناس على السوشيال ميديا كمان. طب انت راي الناس اللي انت بتاخديه على السوشيال ميديا ده، انت تعرفيهم اصلا ولا يعرفوا ظروفك ايه؟ وبعدين اللي عايز يعرف او يحكم على حاجه بيحكم من الطرفين، ما يسمعش من طرف واحد. وللاسف احنا بنسمع من طرف واحد، وده اكبر غلط احنا وصلنا له، وده السبب في المشاكل كتير، لان ما فيش حد بيغلط نفسه، مع ان هو ممكن يبقى غلطان او حضرتك ممكن تبقى غلطان. وبرضه ارجع للنقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها، ان الراجل عليه واجبات هو كمان. إن الراجل المفروض يبقى سند وظهر وما يرميش كل حاجة على مراته. لازم يبقى عارف إن هو واخد بنت ناس، ولازم يبقى عارف إن دي حياة، ولازم يبقى فيه صبر. مش بعد كام شهر نتطلق. إحنا أصلاً لسه ما طبعناش بطباع بعض. أنت طالعة من أسرة وبيت وهو طالع من أسرة وبيت. عبال ما تاخدوا طباع بعض بيبقى فيه وقت. يبقى لازم نعدي ونصبر. ما يبقاش الامور فيها تصادم، وما نكبرش المواضيع وما ندخلش اطراف من بره، لان انتوا عارفين لما الاطراف بتتدخل ايه اللي بيحصل، المواضيع بتكبر. اما المشكله طول ما هي بينك وبينه وما خرجتش بتتلم وعادي، ممكن بكلمتين تتراضوا. راجعوا نفسكم يا جماعه، لان دي حياه ومستقبل. واللي مش قد الجواز ما يتجوزش، عشان نبقى صراحه لازم تبقى عارف ان ده جواز ومسؤوليه وحياه، مش مجرد ان انا حد هعيش معاه وخلاص، مش مجرد ان انا عجبت بحد ويلا نتجوز بكره. الجواز مش مجرد فستان فرح او بدله هلبسها، الجواز حياه واستمرار. وربنا خلقنا عشان شعوب نتباهى بيها وقبائل ونتعارف، مش خلقنا عشان نتجوز ونتطلق. خلقنا عشان الحياه تستمر، مش خلقنا عشان نقضيها مشاكل ومحاكم. الست لازم تبقى معززه مكرمه في بيتها، مش في المحكمه، مش عند المحامي.
يا رب نفوق، ويا رب تكون رسالتي وصلت صح. اوعى تفتكروا ان انا متحامل على حد، لا والله انا فعلا زعلان على اللي بسمع عنه واللي بشوفه. نسبة الطلاق فعلا مش طبيعية، خراب البيوت يا جماعة مش بالسهل والله. اتمنى كلامي تكونوا لمستوه وحسيتوه، واعرفوا انه نصيحة انا مش ضدكم، ويا رب يحفظ كل الاسر المصرية ويحفظ بلدنا ونبقى اجمل بلد في الكون. اشوفكم على خير ان شاء الله.